شيخ الآن إذا صام الإنسان نوى الصيام من صلاة الظهر مثلا ما أكل طوال النهار ما أكل، فلما جاء الظهر يعني هل يكتب له الصيام يوم كامل أم نص صلاة الظهر؟ يعني إذا نوى الصيام في أثناء النهار. نعم. وهو نفل. نعم. نعم. ولم يأتي قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب، فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفائدة أنه يكتب له أجر الصيام من دنوى إلى غروب الشمس،